العمل في أمريكا الجنوبية، جميع دول أمريكا الجنوبية، القبض بالشهر ولا بالساعة؟ تابع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير جميعا. قبل ما أبدأ الفيديو يا جماعة، أنا بشكر كل شخص كتب تعليق وعمل لايك ونشر الفيديو. وصلنا 800 وكم؟ 700 وشوية، قربنا على 1000 إن شاء الله عشان نعمل لكم بث مباشر. النهاردة يا صاحبي أنا هكلمك عن الرواتب في أمريكا الجنوبية وطريقة قبض الراتب بالشهر أو بالساعة. ولكن أنا عاوز أقول لك معلومة مهمة جدا جدا يا صاحبي. أمريكا الجنوبية ليست أوروبا يا صاحبي. أمريكا الجنوبية دول فقيرة جدا جدا، ليست للرواتب والعمل. وأنا قلت قبل كده أمريكا الجنوبية ليست أوروبا، ولكن أمريكا الجنوبية كلها، برازيلي، تشيلي، الأرجنتين، كولومبيا، بوليفيا، الإكوادور، دول استثمار ومشاريع يا جماعة، ليست عمل والراتب. وأنا قلت الكلام ده قبل كده. عاوز تيجي أمريكا الجنوبية لا تفكر أنك تبحث على عمل وتشتغل. دول فقيرة جدا جدا يا جماعة، الناس هنا عايشة بالراتب بتاعها. يعني هنا مسموح له يروح أوروبا، ما معوش تذكرة طيارة. ليه؟ اقتصاد المعيشي، عايشين على الرواتب، خدت بالك؟ فأنت إذا فكرت تدخل دول أمريكا الجنوبية حاول تفتح مشروع يا صاحبي، لا تفكر في العمل والرواتب. نرجع للسؤال الأهم، الرواتب في أمريكا الجنوبية، القبض بالساعة ولا بالشهر؟ القطاع الحكومي يا جماعة القبض بالشهر، وبعض القطاعات الخاصة في الشركات القبض بالشهر، ولكن باقي القطاعات الخاصة زي المطاعم والمحلات بالساعة يا جماعة. آخر اليوم وانت مروح بتاخد فلوسك. طيب يا عمي، كم معدل الرواتب الحكومية الآن؟ الناس معدل الرواتب يا جماعة 45,000، 50,000، 60,000، 35,000. كل قطاع بيختلف عن الراتب بتاعه، القطاع الطبي غير القطاع التعليمي غير أي قطاع. ولكن القطاع الخاص للعمالة الماهرة زي المطاعم والكافيهات بالساعة يا جماعة. الساعة بكام بقى؟ الساعة زمان كانت ب80، مع ارتفاع البيزو وتعويم العملة أصبح سعر الساعة 150، 130، 120. يعني بتاخد لك في 8 ساعات حوالي 1200، 1300، يعني في الشهر 36,000، 35,000، تختلف من قطاع لقطاع يا جماعة زي ما أنا قلت. ده بعد الضرائب يا جماعة، بيتخصم منك ضرائب كل شهر، ولكن الضريبة قليلة جدا يا جماعة، قليلة جدا، الضريبة الفرد قليلة جدا جدا. فمعدل الرواتب القطاع الحكومي يعني يعتبر قريب من القطاع الخاص يا جماعة، بس الفرق إن في القطاع الخاص إنك أنت بتاخد فلوسك وانت مروح اخر اليوم في ايدك. يعني بتشتغل مثلا من الظهر للساعة 12 بالليل او 11 حسب العمل اللي انت فيه، او بتشتغل من الصبح للساعة 5 الساعة 6 الفترة اللي انت عاوزها صباحا او مساء، وانت مروح بتاخد فلوسك يا صاحبي. ولكن لو حسبتها شهري هتبقى زي القطاع الحكومي بالظبط، 35,000، 36، 32 حسب القطاع اللي انت فيه. الجو متقلب جدا يا جماعة، امبارح كان فيه امطار والنهاردة فيه شمس، بس نسمة برد شوية، لابس الجاكيت يعني ايه خفيف كده، ولكن نسبة برد بسيطة. ما تعرف سبحان الله، جو غريب، صيف دلوقتي ولكن مطر، سبحان الله. اشترك في القناة يا صاحبي وفعل الجرس وانشر الفيديو عندك، ومعاكم مستمرين.